عسلامة. عسلامة أخت. لاباس؟ الحمد لله. قد من أروح؟ اسمي ما نجمش نعطيها، هم يعيطوا لي الروج، عرفتهم القصري. علاش الروج؟ خاطرني أنا روج. شوف الكولير تتفهم علاش الروج. مرحبا بيك أول حاجة. أنت حرقت. احكي لنا على تجربة الحرقة نتاعك. وشنو كيفيه يعني تفسر لي؟ فسر لي. ايش حرقت؟ عندها برشا، عندها بريود. قديش هكاك؟ 6 شهيرات هكاك. 6 شهور؟ قديش من مرة أنت حرقت؟ خطفت مرة. ايش خطفت مرة؟ اللي عرفت وصلت ل 100 الإقليمية ورجعوني. حصل الضربة هذي. شنو هي الضربة؟ تضربتها؟ تروحي لهنا. ضربت روحي في سيق وضربت روحي من تيل. تفهم؟ علاش ضربت روح؟ ايه شنو راهي فلوس مشطرة. يجي عرفت يرجعني هذا الموضوع. خلينا نتفاهموا، أول مرة وقتاش حرقت فيها؟ أنا قلت لك عندي 6 شهور. هذيك أول مرة؟ هذيك نحكي باش نحكيك على هذيك أنا. ما يسالش حكينا عليها. كيفاش أنت قررت أنك تحرق؟ قررت شنو عجبتك البلاد وشنو تفرج وشنو فيها حاجة؟ تشوف أنا فيها حاجة بالرسمي؟ ما ثميش مواطن تونسي لأن ما يحبش يحرق، برص أمك تحب تحرق؟ لا أنت خارج على الموضوع. أخطأنا أنت المان. عايت لأي واحد، أي عرفت جونيس شباب صغير، قل له بالله تحب تحرق ولا؟ مثلا اللي يخدم معاك هذا، شو اسمه؟ ما علينا، خلينا نحكيو على. برص أمك تحب تحرق؟ حانو قال لك حبلا الوليد بجاه ربي تحبوا تحرقوا وشنو فهمت انت كيفاش معناها دبرت امورك بقدي نخدم جوي بيه هنا تخدم حرك في القصرين باش معروف القصرين وشنو كونترا الدنيا ريسك عرفت الريسك كله في القصرين عطك تدبر وفلوسك تدبرها في القصرين انت تخدم علاش معناه محتاج للحرق فما شكون يحب فما شكون يحب يعيش عرفت يشوف يمشي يعيش في دنيا اخرى فما شكون عرفت باش تحرق شنو هي الغايه انت عندك الفلوس هنا في تونس وتصور وكل شيء علاش معناه الحمد لله مستورين والحمد لله منحب نحرق نحب هكيكا عرفت نشوف وجوه جديده نشوف عرفتها نحب نعيش في دنيا اخرى يعني فما اغلبيه الشباب اللي يحبوا يحرقوا يقول لك ما لقيتش فرصتي في تونس بطل ما عنديش خدمه ما عنديش فلوس نحب نحسن وضعيتي انت مش هذا نحب نزيد نحسن وضعيتي اكثر نحب نطير وضعيتك هنا في تونس دار تو تاع مجلس النواب وك الجماعه ذوكم تفهم وك الجماعه ذوكم انت لاباس اما تحب ما اكثر ما اكثر نحب نطير ما يكونش طماع برك يا خاتي انا طماع احسبيني طماع نحب نحب عرفت احكي لي انا رتيني كنمشي نعمل عام في الاوروب ورسم ميت الحنان والله ربي لما نروح راجل عام برك في تونس نجم تكون راجل تونس سيد الرجال بس بكامل احترامات للتوان صح برج وليه راهي عرفت بليد خامجه كيفاش بقديش الحرقة كيفاش دبرت حرقة بسبعة ملايين تو سبعة ملايين سبعة ملايين يعني حرقت فيها انت دفعت سبعة ملايين سبعة سبعة كيفاش جبتهم بفلوس اللي خدمت بيهم ولا دبرت خدموا من عند الدار يعني حتى عائلتك عطوك يرحم والديك دبرت سبعة ملايين ومشيت دبرت سبعة قديش من واحد بلي 24 25 هكا قلتلكم كسرنية؟ لا خلطين مخلطين فما عرفت هي الخارجة من قرقنا من صفيقس فما برشا فما كسرنية فما عرفت ولد حومتك بوزدية وفما برشا خفت ولا ما خفت؟ ما خفتش الجملة مش كون مش نخاف ما تخافش انك تموت يوكلني البحر وما تاكلنيش تونس ما يكونش تراب تونس ايه راني نكرهها تونس ونكره دنيتها وقيس السعيد نكره عيب انك تقول هكا تكره بلادك انا نكره عيب والله عيب هي عيب مش عيب انا نكره
نكرهها انا، هي عيب ماشي عيب، انا نكرهها. خلينا نكملوا، خلينا نكملوا نحكيوا قداش بقيتوا في البحر؟ 16 ساعة. 16 ساعة. ثم الخايف، ثم الخايف وثم عرفت تواسيوا في بعضكم ولا كيفاش كانت الأجواء بالضبط؟ إيه جونا به طول، جونا به، جونا به خويين مشينا مع بعضنا ولا تبليط، جونا أحلى جو. أنت يعني صفر خوف؟ بنت مش باش نخاف. مش انك ياكلك الحوت؟ رانا باش نموت في اي وقت. الموت حق. الموت حق صحيح. باش نموت تو ولا غدو. ما يقلقنيش موت لازم هذيك راه. عرفتك شجعوك على الحرقه؟ عائلتي ما عم بالهمش اصلا. ما عم بالهمش. كيفاش ما عم بالهمش؟ ولدهم يعني بليك ولدي ما عرفت يشجعوني. وللتو قاعدين يشجعوا فيا. على الحرقه. وللتو باش نحرق. باش عاود. باش نحرق. ها كمل شنو؟ به وصلتوا ما وصلتوش؟ وصلناش ما وصلناش، هاني بحذيك شنو؟ شدوكم؟ رجعونا. وين بالضبط؟ قلت لك فتنا المياه الإقليمية بشوي. وصلتوا المياه الإقليمية وتشدوا؟ فتناها بشوي ورجعونا. شدوكم شنو إحساس؟ شنو إحساسي؟ قريت طول اللي أنا باش نرجع لبلادي شنو؟ فكرت الفلوس؟ ما تفكرتش، مشت ربي معاها تو جي غيرها، هي تمشي نحن نجيبها. علاش ضربت روحك مالك؟ ايه عصابة عرفت. حسيت كي ما مشيتش معاك؟ صحيت هكاك ماشي في بالي باش نمشي، عرفت باش نوصل، وحلمت برشا حلميت وما كتبش ربي مع ان ما نام. يعني احلامك كلها ضاعت؟ ضاعت. ايه ليه باش ترجع، باش ترجع. باش ترجع، باش ترجع، ما فماش علاش تزيد. يعني باش تعاود تجمل فلوس وتعاود تحرق؟ باش نرجع، باش نحرق. أي طريقة؟ بأي طريقة. أنا فما نقطة استفهام كبيرة، ما فهمتيش أنه خاطر أنت معناها أمورك لهنا معناها صافا تخدم لاباس تدخل في فلوس معناها شنو أنت تحب تعرف؟ ليش ما معليش هذيا كل الحب لوروب؟ نحب نمشي لوروب. راي بنتي راي شبيك المعلمة، راي دنيا أخرى، راي دنيا أخرى. والله نحكيو برشا مع مواطنين مقيمين بالخارج يحكيو لنا إني غادي يعني ما هي الجنة. عرفت المنافقين أكرام. عندك أولاد حومتك خرجوا ورجعوا؟ فاهم مشكور مشاو ما رجعش. نحكيو على مواطن. طيح شر باش نوريك ولاد حومتي مشاو جو مشاو جو عرفت وصحابي بالضبط وقارينا. يحكي شنو يحكيوا لك على ما؟ يحكوا لي جو احرق. شجعوا فيك على احرق هذيك هي. هم باش نوصل والله ربي، لا كونش مت لا كونش ربي عز نتاعي هذيك مانيش باش نغلبوا حكم رب ورص امتي الحنينه والله ربي ما نحرق. خلي لك كلمه الختام. كلمه الختام احرق. بجاه ربي يحرق، بجاه ربي، بجاه ربي اللي عنده فلوس يحرق، بجاه ربي، وأحلى عليه ديما ديما.